كيف تسلل مخدر الزومبي إلى محادثات بلينكين وجينبينغ؟ لم يقتصر نقاش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته للصين على الموقف من الحرب الأوكرانية الروسية أو حماية تايوان، بل تطرق إلى خطر أكبر بعيد عن المجال العسكري يصفه بعض الأمريكيين بالكارثة الوطنية. عدو أمريكا المرعب يدعى فنتانيل، وهو تعريفاً مادة أفيونية اصطناعية قوية تشبه المورفين لكنها أقوى بنسبة 50 إلى 100 مرة. وفي الواقع الفنتانيل هو المكون الأساسي لما يعرف بمخدر الزومبي الذي تسبب في وفاة أكثر من 70,000 أمريكي في الأشهر القليلة الماضية وظهور متعاطيه متمايلين في الشوارع وقد بدأت جلودهم بالتعفن. لكن ما هو دور الصين في هذه القضية؟ الجواب يكمن في إحاطة مفصلة نشرتها لجنة مكافحة المخدرات DEA الأمريكية على موقعها الرسمي، فقد أوضحت أن الصين لا تزال المصدر الرئيسي للإتجار بالفنتانيل والمواد المرتبطة به عبر الشحن السريع وغيره من طرق التصدير. ورغم أن السلطة الصينية شددت قبضتها عام 2019 على تلك المواد، فإن مسارات التهريب لا تزال فاعلة. بلينكين خلال زيارته للصين طالب بقدر أكبر من التعاون لوقف تدفق تلك المادة الخطيرة إلى الولايات المتحدة. يتبين من خلال إحصائيات إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أنه خلال عام 2023 صادرت الجهات الرسمية عدة أنواع من الحبوب المخدرة التي كانت ستؤدي إلى 111 مليون جرعة فتاكة. وتواجه الإدارة الأمريكية مصاعب في السيطرة على هذه المأساة بسبب تفنن تجار المخدرات في التحايل في طرق تسويق الفنتانيل وصعوبة علاج آثاره.